انا هقول لك اجابه غريبه جدا، لو ما كانتش نجحت ما كانش حصل تفجير الكنيستين ومحاوله اغتيال البابا. كان اهم شيء المطلوب لا قدر الله لا قدر الله انه يحصل، انه محاوله اغتيال البابا تقع. شفت بقى رئيس راجع بزياره ناجحه جدا، قصائد شعر القيت فيه من قبل الرئيس الامريكي، تفاهم كامل بين الطرفين، برنامج تسليح جيد، وعد بمساعدات اقتصاديه، رجال اعمال هيجوا ويبتدوا يستثمروا في مصر، بابا الفاتيكان جاي خلال 10 ايام يزور مصر، فانت تروح جاي للملف الذي يهم العالم الغربي المسيحي، انك انت تبدو مصر ان هي دوله يعني المسيحيين فيها غير امنين، غير كذا غير كذا، فيجي ربك سبحانه وتعالى يخلي منشط احد الصحف البريطانيه امبارح انه بطل ضابط شرطه اسمه عماد قام بحمايه وانقاذ اخوانه المسيحيين بعمل بطولي حينما اتفجرت فيه القنبله ومنع فلان الحزام الناسف ومنع فلان انه يخش. دول العالم كلها يعني العمل اللي عملوه ده ارتد القلب السحر على السحر، كان الغرض ان مصر تبدو دولة فوضوية، انه يقل الثقة في نظام الرئيس السيسي. بس اخطر نقطة بقى، وهي دي اللي لازم تفهم تنظيم الدولة كان قلقان عليها منين، مش لاسباب مصرية وبس، يعني انا رأيي ان الفرع خد اللي هو تنظيم الدولة في مصر خد امر من التنظيم الكبير. في ايه بقى؟ لما تشوف الجلسة الاولى بعد اول 3 دقايق في لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس دونالد ترامب، الرئيس السيسي قال له أنا أقف جنبك أنا ومصر لندعمك في سياستك الخاصة بمواجهة الإرهاب وعلى استعداد لفعل أي شيء لدعم هذه السياسة. إذن الرئيس المصري مش بس هيقاوم الإرهاب في بلده، لا ده هيقاوم الإرهاب في المنطقة، هيتخذ كل الإجراءات التي تقوم بمحاربة الإرهاب في المنطقة. طيب انت بقى عايز توري نفسك انك انت يعني قوي وقادر، طب احنا هنيجي نضربك في بلدك ونوريك ان الراجل اللي عايز يستعين بيك ويستعين بمصر ان هي تدعم الارهاب هو غير قادر على حمايه بلده وغير قادر على حمايه المسيحيين. يقوم يجي ذلك يدعم الموقف من قبل الرئيس دونالد ترامب ويكلمه ويقول له انا هقف معاك وواثق فيك، ويقف العالم كله مع الحاله المصريه.